أعزائي المشاهدين، أسعد الله مساءكم. موضوعنا لهذا اليوم في برنامج قضية على الهواء موضوع استثنائي، وهو العنف الجامعي. تم طرح هذا الموضوع أكثر من مرة على الإعلام، وتم تداول هذا الموضوع، إلا أنه لا يوجد حلول. هناك تنظير في هذا الموضوع ولا يوجد حلول. فاليوم حدث عنف جامعي ومشاجرة كبيرة في جامعة الحسين في مدينة معان. للأسف الشديد طبعا توفي في هذه الأحداث دكتور مدرس في هذه الجامعة، وثلاث طلاب انتقلوا إلى رحمته تعالى. باتصالاتنا التي قمنا فيها مع أعضاء هيئة التدريس رفضوا أن يكونوا معنا في هذا اللقاء اليوم، خاصة وأن المشكلة لا زالت في طور تطورها ولم تنتهي إلى الآن. يعني مدينة معان الآن انتقلت المشكلة من الجامعة كما هو معتاد لدينا للأسف الشديد إلى المدينة. هناك 25 شخص في العناية المركزة في المستشفيات، هناك 6 حالات منهم في حالة خطيرة جدا، نتمنى لهم الشفاء العاجل. وفاة دكتور وثلاث طلاب. منذ فترة أيضا تناولنا هذا الموضوع، وكانت هناك حالة وفاة في جامعة مؤتة. بكل أسف رحم الله كل المتوفين في مثل هذه الأحداث، ولكن اليوم نطرق جرس الإنذار. نعم، نطرق جرس الإنذار، لأن هذه الشجارات وهذه المشاكل داخل الجامعات والعنف الجامعي صرف كثير للتنظير بالحلول، ولكننا لم نشهد أي حلول، لأن كل ما تم تداوله كان سطحي، لم يتناول لب هذه المشكلة. اليوم نقول ومن على هذا المنبر، من هو المسؤول؟ من هو المسؤول عن العنف الجامعي؟ من هو المسؤول الذي يمكن لنا أن نسائله عن وفاة يعني طلبة علم داخل جامعة ودكتور اليوم، يعني 3 طلاب ودكتور مدرس في الجامعة توفوا من فترة، أحد الشباب في جامعة مؤتة، وغير عن الأضرار العادية، وخلنا نحكي الإيذاء الشخصي وتكسير ممتلكات ومقدرات هذه الجامعات. الآن سوف أترككم لتتابعوا فيديو مقتضب حول إشكاليات أو ما يدور في الجامعات من مشاكل وكيفية بدايتها أو نهايتها وما يجري في هذا الموضوع، لنعود ونستكمل معكم الحديث. من هو المسؤول عن العنف الجامعي؟ هناك أكثر من مسؤول، وسوف نتطرق إلى هذا الموضوع بكل شفافية وبدون تجريح، ولكن بوضوح وبدون مجاملة. أترككم لمتابعة هذا الفيديو القصير ثم نستكمل الحلقة. Thank you.
أعزائي المشاهدين، مشاهد مؤلمة تدمي القلب لما يجري من أبنائنا الطلبة، إخواننا وزملائنا في الجامعات. ليست هذه المشكلة، ليست هذه المشكلة بأن يقوم الطلاب بمثل هذه الأعمال التخريبية لصروح العلم الموجودة في الأردن، بل المشكلة ما السبب الذي دفعهم إلى مثل هذه التصرفات. سوف نتحدث اليوم بقلب مفتوح، وأنا كنت طالبا منذ فترة قريبة، يعني لن تتجاوز 10 سنوات، وكنت أيضا في مثل هذه الأحداث أكون موجود يعني كطالب. اليوم اللي جرى في جامعة الحسين كارثي بجميع معاني الكلمة. كلاشينكوف، سلاح أوتوماتيكي يتم فتحه على الطلبة المتجمهرين وبشكل عشوائي إطلاق الرصاص، فأين نحن؟ لنقول أين ومن هو المسؤول؟ أين ومن هو المسؤول؟ ونبتدئ بالمسؤولية بوزارة التربية والتعليم. لوزارة التربية والتعليم كل التقدير والاحترام، ولكن هناك ضعف شديد جدا في الأمن الجامعي. هناك عدم تفتيش إلى الطلاب اللي بيدخلوا. اليوم استخدم عشرات الأسلحة، منها الأوتوماتيكية ومنها العادية، شيء يعني غريب جدا، نحن لسنا في معركة. إذن فوزارة التربية والتعليم لها دور، وزارة الداخلية أيضا لها دور. هذا السلاح الغير مرخص الموجود بين أيدي طلبة بعمر الورد، 18 سنة، 17 سنة، 20 سنة، يعني شاب مراهق في بين إيديه سلاح أوتوماتيك. هذا السلاح ماذا سوف يفعل فيه إذا كان عنده فراغ وعنده خلنا نقول مشاكل، عنده ممكن أنه يتخذ من هذا السلاح طريقة وأسلوب للتعبير عن غضبه، وهذا ما جرى اليوم، وكانت نتيجته وفاة 4 أشخاص إلى الآن. طبعا يعني بالاتصالات الأخيرة كان في 2 أيضا مرشحات، لا سمح الله، إن شاء الله بنتمنى لهم يعني الشفاء العاجل، مرشحات للوفاة، إصاباتهم قاتلة. نأخذ أول اتصال معنا، السيد رأفت مروان من عمان. مساء الخير. مساء الخير. الله يمسيك من ورا النبي. تفضل أستاذ رأفت، أنت على الهواء. كيفك أستاذ طارق؟ الله يخليك يا رب. والله حقيقة سيد طارق، اللي إحنا شفناه اليوم إشي مخزي. اللي شفناه اليوم في الجامعة الحسين إشي مخزي حقيقة. شيء مخزي بكل كلمة. أنت حضرتك كنت موجود في الجامعة؟ لا والله ما كنت، أنا مش طالب يعني. نعم. أنا خلص ماجستير. نعم. شو رأيك؟ مين السبب؟ السبب إنه السبب هم وزراءنا، السبب وزير التعليم العالي هو السبب، وزير التربية والتعليم السبب. يعني الطلاب كمان ما عليهم سبب؟ يعني الأب اللي ابنه قاعد بيطلع ومعاه سلاح أوتوماتيكي على الجامعة كمان ما عليه دور يعني كمان؟ شو رأيك؟ أنا ما إلي بسلوك الطالب. أستاذ طارق تفضل. يعني نسمع. هاي المسألة مسألة مجتمعية، مسألة بتبدأ من البيت، من الأسرة، من المجتمع في الجامعة. الجامعة منارة علم. منارك علم، شو طالب يروح سلاحه معه؟ هذا مو طالب. لا تقنعني انه طالب، انا لا اتوقع انه هذا طالب، هذا جاي من خارج اسوار الجامعه. يعني ليش هاي الظاهره الان بدات في الاردن؟ ما بنشوف الا مشكله في الجامعه هاي، ومن ثم الى الجامعه هاي، ومن ثم الى الجامعه هاي. اذا في ناس مرتبه وراء هاي الاحداث في الجامعه. يعني انت تقول بان هناك شيء مرتب من العنف الجامعي وليس عشوائي. وليس عشوائي. نعم. هذا عنف منظم. نعم. ومنظم ومن خارج الجامعات. نعم. وأنا تأكيدا لحديثك اليوم يعني باتصالنا مع إدارة الجامعة وأحد الأشخاص من الهيئة الإدارية بيحكي إنه 70% إلى يعني 50-70% من المشاركين في هذه المشاجرة من خارج، مش طلاب. إلا أن المتضررين والمتوفين كلهم من الكادر الجامعي، دكتور وثلاثة طلاب. طبعا هذول طلاب مسالمين. نعم.
يعني بنشكرك. طلاب مسالمين هذول جايين من لا، في ظاهرة غريبة التنظيم تنتقل المشكلة من جامعة إلى أخرى. نعم. من جامعة إلى أخرى. بعدين في شغلة مهمة جدا، متى يضبط، متى يعني ندواتنا، متى بحطوا أشياء مرتبة للقضاء على العنف الجامعي؟ ما في، كلهم بوكلوا بروحوا والسلام وختام. ما في توصيات نفذت على الأرض. مزبوط، أنا معك في هذا الطرح. مزبوط. ما في توصيات نفذت على الأرض. فهذا مشكلة هلا وزارة الداخلية تلاحق هذول المجرمين. طيب. وشكرا لك والله، شكرا. إنه دمنا انحرق على المشهد اليوم. والله إحنا أيضا يعني نتمنى أن لا نطرح مثل هذه المواضيع، ولكن نريد أن نضع عليها إضاءة حتى ينتبه المسؤول إنه في عنا مشكلة موجودة لا تنكرها، لازم بدنا حل. يعني صرنا حاكين أكثر من مرة بدون حلول. شكرا. هذا هو مزبوط. شكرا أستاذ رأفت مروان على هذه المداخلة، بنشكرك. بدنا أيضا نحط المسؤولية الأخرى على الإعلام. يعني الآن قد يستغرب البعض يقول لك شو دخل الإعلام؟ لا، له دخل كبير الإعلام. الإعلام التحريضي، الإعلام المسيس الذي يعني يتعامل بطرق غريبة جدا. يعني أنا شاهدت بعض المواقع الإلكترونية كاتبة عن خبر المشاجرة بس وكأنها مغفلة موضوع التعليقات اللي تحت. والله لنكسر روسكو، بكرة بنطخكو، بنا نلتقي، وتنظيم بتم بالتعليقات، تنظيم بنا نتجمع عند المكان الفلاني ونروح على المكان الفلاني. يعني إخواننا اللي بيشتغلوا في الإعلام كلهم نتمنى عليكم، وهذا رجاء، أنتم تساهموا في تفاقم هذه المشكلة مش حلها. أنا لما أحط خبر مشاجرة في جامعة الحسين فيها مثلا إصابات كذا وكذا محطوط تحت، يعني اللي بيقرأ التعليقات يدرك بأنه هذه التعليقات هي جزء من الخبر، وهي جزء تحريضي عنصري يعني دنيء يثير الفتن، وإحنا في أمس الحاجة الآن إلى التماسك مش إلى إثارة الفتن. فهاي رسالة بتمنى أنها تكون قاسية على بعض هذه المواقع اللي بنكن لها كل التقدير والاحترام، ولكن يجب عليها مراقبة ما يتم من تعليقات، لأنه في هاي التعليقات تثير الفتن وأصبحت ترتب لمجريات المشكلة تبعت بكرة. هذا دور الإعلام، وهو دور يجب أن يأخذ مساره الحقيقي والواضح بوضع الحلول للمشكلة وليس المساهمة بتفاقمها وكأنها دعوة للمتناحرين على الإشكالية داخل هذا الموقع الإعلامي، وكأنه التعليقات للزيادة أو اللايك للموضوع أصبح هو الإشي المهم بالنسبة للموقع الإعلامي. أما ما بيقرأ قاعد شو بنكتب؟ بنكتب تعليقات تسيء للوطن ولتماسكه وللحمته ولعشائره ولكل من في هذا الوطن. يجب أن يوقف مثل هذه التعليقات المسيسة. معنا اتصال آخر، السيد تيسير مصطفى من الرصيفة. مساء الخير. مساء النور. أهلين أستاذ. حياك الله، تفضل أستاذي. تحكي هيك الصراحة عن قضية. تفضل. المشكلة اللي معنا إحنا هون من التأسيس المدرسي من المدارس. نعم. المدارس اللي عندنا هون حاليا الصغار مش هادين يحملوا أسلحة ومجدين لكذا، لكن مهرب وخارج أسوار المدرسة وتربيتهم سيئة وألفاظهم سيئة، هم راح ينتقلوا على الجامعات نفسهم. نعم. وبالتالي التأسيس من البداية من البيت والتربية والمدارس كان في خطأ. جميل. لما كبروا وصلوا الجامعات وصار اللي صار، لكن أنا برأيي الأسس التعليمية كاملة. نعم. الأسس التعليمية كاملة إعادة نظر. طب إيش بتقترح علينا سيد تيسير؟ والله أنا بقترح حتى التلفزيون الأردني ممكن يكون له دور كبير، يحط نشرات توعوية للصغار في المدارس للطلاب. ورأيي الشخصي أنا فصل الإناث عن الذكور في الجامعات لأنها سبب كبير جدا في المشاكل اللي عمالها بتصير. فصل الإناث عن الذكور زائد نشرات توعية من الإعلام، نشرات توعية من الإعلام. نعم. طيب نشكرك سيد تيسير على هالمداخلة الجميلة، اقترحت فيها علينا فصل الذكور عن الإناث في هذه الجامعات.
يعني مع كل احترام والتقدير لرأيك واقتراح، يعني هو أكثر الأسباب الإشكاليات مرات تنشأ بين على موضوع يعني صبية من العائلة الفلانية قرايبها، هذا اقتراح برجع للوزارة. الاقتراح الثاني نشرات توعية في الإعلام عن العنف الجامعي، أسبابه، مشاكله. يعني أنت تتفق ونتفق معك أيضا بأنه تغطية المشكلة ليس حلا لها، يجب علينا كشف هذه المشكلة حتى نقوم بحلول واضحة وصريحة لكل جامعاتنا. يا أخواني أول أمس كانت هناك مشاجرة بجوز حتى في برنامجي أنا ذكرتها في جامعة اليرموك، وتم وتم إطلاق عيارات نارية وهناك إصابات. اليوم في جامعة الحسين يعني حدث هزنا، هز مشاعر كل أردني جالس بتابع هذا الصرح العلمي شو اللي بيصير فيه. واحد بيفتح سلاح أوتوماتيك على كل المتجمهرين في إشكالية، شو وين صرنا؟ هذا الموضوع يجب أن يتم كشفه وكشف من خلفه. يعني أحد المتصلين قال بأنه أكثرهم بيجوا من برا الجامعة وبيحرضوا على الإشكالية بقع فيها الطلاب تبعون الجامعة. أنا بتفق مع هذه الجزئية. إذا بنرجع للمسؤول الأول وزارة التربية والتعليم والجامعات بالأمن الجامعي تحديدا، يجب أن يتم تفتيش كامل لكل طالب يدخل أسوار الجامعة. ما بيصير أنا أفوت طالب معه كلاشن كيف فات. يعني يا أخوان أنا لغاية الآن مش يعني لا أستطيع أن أقتنع بأنه فات معه كلاشن مخبيه، مش مسدس، كلاشن مش واحد، ثلاثة أربعة. جامعة مؤتة الإشكالية اللي صارت المرة المضت نفس الإشي، كرتونة كبيرة شفناها الصور، عدد كبير من الأسلحة مستخدمة في المشاجرة، كيف فاتت للجامعة هاي؟ الإعلام اللي قاعد بيساهم، بعض المواقع مع كل احترام تعليقات فيها لازم تنتبهوا لها. معنا أيضا اتصال السيد أحمد الأحمد من الزرقاء. مساء الخير. مساء الخير أستاذ طارق، حياك الله. كيفك أخي؟ الله يسلمك يا رب. والله أنا يعني مستأمل الوضع في الجامعات الأردنية. نعم. حقيقة إني أشاهد مناظر مش طبيعية. أنا أوعز الأسباب الرئيسية التالية. السبب الرئيسي الأول اللي هو تربية الأهل في البداية. تربية الأهل. نعم. الأهل لهم دور كبير. نعم. طبعاً. ثانياً يعني التربية والتعليم لما يدخل الطالب على المدرسة كان على دورنا في تربية، الآن ما في تربية. مزبوط. في تعليم. في تعليم وفي سجاير. مزبوط. مزبوط. والسبب الثالث اللي هو التعليم العالي طبعاً. اللي بكمل له كل الاحترام والتقدير. نعم. وبقترح أنا يعني زي ما بدخل الواحد الفندق في جهاز يوضع على الباب. جميل. اللي معه سلاح معه كذا ليش يطلع الجامعة هذا؟ كاشف المعادن. نعم كاشف والله المعادن. والله اقتراح للأسف إن صرنا نقترحه، بس معك حق لأنه الأسلحة قاعد تفوت للجامعة. سواء يعني سكين ولا مسدس. مظبوط. هذا مش جاي يتعلم. مظبوط مظبوط مظبوط. هذا جاي يعمل حرب بالجامعة. مظبوط مظبوط. نتفق معك. نشكرك على هالمداخلة الجميلة سيد أحمد. سيد أحمد بقترح إنه ينحط جهاز على مدخل، طبعا بوابات جامعة محددة دائما، نحط جهاز فحص المعادن، اللي معه سكين، اللي معه مسدس، اللي معه كلاشين ما يفوت، أو ينحط في الأمانات إذا كان مرخص، يعني ولو أنه أكثرها غير مرخصة، لأنه مش معقول أنه طالب علم جاي ومعه سلاح. يعني مش طالب علم، هو طالب شيء آخر إذا جاي ومعه سلاح على هاي الجامعة. زائد أنه ذكر أنه هناك أيضا دور على الأهل. يا أخوان مسؤولية كمان، يعني الأهل في المنازل عليكم مسؤولية. أنا ابني لما يطلع من الجامعة، بيطلع للجامعة الصبح، ما بشوفه شو لابس، ما بشوفه شو ماخذ معه، زام كتب ولا زام سلاح، زام مش عارف ايش، شو اللي ماخذه معه على هاي الجامعة. زائد المصروف ايضا يعني ممكن له دور. انا لما اعطي يعني حق الطلقة بجوز ليرة، ليرة واربعين قرش، من وين جابوها؟ الا اذا كان هناك من يدعمهم من الخارج حتى يقوموا باخلال الامن في هذه الجامعات، وهذا شيء حصل سابقا، حصل واكثر من مرة.
وهؤلاء الناس يجب أن يحاكموا على الشواهد في الأردن إذا كانوا موجودين. معنا اتصال آخر أيضا، السيد إسماعيل محمود من عجلون. ألو. يا هلا، تفضل أستاذ إسماعيل. الله يمسي عليك إن شاء الله بالخير. حياك الله وبشكرك على هالطرح، هذا فعلا اللي بهم أصبح كل بيت أردني يعني صراحة. نعم. ألا وهو العنف الجامعي، وأنا صراحة يعني أقترح على المسؤولين يعني وأتفاجأ من موقفهم يعني إذا أرادوا إنه حلوا هاي المشكلة فعلا اللي أصبحت تورك كل بيت أردني. مزبوط. أول عمل فيه يعني يجب أن يكون بالتنقلات يعني. بماذا؟ يعني إنه التنقلات. تنقلات. التنقلات لأنه اللي هناك بتكون مجموعات داخل الجامعة سببها بكون شخص واحد. يعني جميل جميل، يعني إنه ما تكون الجامعات مثلا مقسمة، إنه والله جامعة الكرك كلها كركية وجامعة السلط كلها سلطية وجامعة عمان كلها من عمان، يعني يصير في تشكيل لدمج هؤلاء الأشخاص مع بعضهم، هذا اللي تقصده؟ لا سيدي لا، أنا بقصد إنه سبب العنف إنه بصير داخل الجامعات، يعني مثل ما تقول شباب صراحة يعني سلوكياتهم غير صحيحة. فهذول بتلاقيهم يعني 20 30 واحد بتجمعوا. فلو أتى رئيس الجامعة مثلا إنه حاول يعمل لجنة تشكيل وتحقيق بهذه المجموعة لوجد إنه سببها واحد اثنين هم اللي عملوا المشاكل هذا. يعني لو عمل مثلا تنقلات ما بين مثلا اللي بيربط جامعة اليرموك ينقلوا مثلا على جامعة السلط، اللي جامعة السلط ينقلوا على جامعة مؤتة، هنا هذا الطالب بشعر ولي أمره كمان بشعر إنه بالفعل إنه هذا بحاجة إلى مراجعة، إنه يعني بأثر يعني بكون درس للطلبة الجامعيين كمان نفس الشيء. جميل لأنه جميل. صراحة اقتراح رائع. هم نعم اقتراح رائع، اقتراح رائع إنه نعم. سبب المشكلة نعم. دائما نعم. بيكون شخص أو شخصين منقوله بطريقة يجب أن نتعامل بهذا الأسلوب. نعم. والشغلة الثانية الفصل، ويكون في جزم بالفصل، يعني صراحة يعني في خطوة ثانية اللي هي الفصل، يعني لأنهم هذولا كما تعرف يعني هم أجيال المستقبل، ومنهم يخرج المحامي والدكتور والطبيب، يجب أن يعني نأخذ كل الاهتمام بالشكل الصحيح يعني خصوصا للجامعات الأردنية، ودائما هي بالسابق كانت سمعتها طيبة وكريمة، وأتمنى حقيقة إنها تكون بالحالة هاي، ولكن إذا أردنا أن نضبط وإذا أرادت فعلا نية المسؤولين أنهم يضبطوا هذا الأمر فما عليهم إلا بالتنقلات. التنقلات بتزعزع الشلة هاي، خلنا نحكي المصطلح تكسر هذا تكسر هاي تكسر هاي التكتلات وبتسيطر على الوضع. هاي بالنسبة لمداخلتي وألف شكر. جميل شكرا أستاذ إسماعيل، مداخلة رائعة جدا وفي محلها. أستاذ إسماعيل بيقول أنه هاي الناس يعني بلغتنا جماعة مجموعة شلة بيكونوا موجودين في الجامعة مع بعض وهم أسباب المشاكل، بيكون دائما إلهم رأس يعني شخص أو شخصين يعني هم اللي بيوجهوا هاي المجموعة، فلما نكسر هذا التجمع بنقل اثنين المؤثرين في هذه لجامعة أخرى بتنتهي هاي المشكلة. واقتراح في محله وسليم، ويعني بنشكرك على هذا الاقتراح وبنتمنى على مسؤولينا إنهم يكونوا سامعين، لأنه حل المشكلة يكون من المتصلين الآن لأنهم هم اللي واقعين فيها، أولادهم اللي في الجامعات. أما تجيب لي والله واحد ما له علاقة فجأة مع احترامنا من وزارة التربية والتعليم كان طول عمره مداوم في المكتب ما بيعرف شو فيه بالجامعة، ما بيعرف إنه في أسلحة توماتيك وفي ناس تدفع لأثارة الفوضى، فهاي الناس هي اللي بتحل. يا أخوان أنا وصلتني مناشدة وأنا جاي على الاستوديو من أحد الأشخاص، أقسم بالله العظيم عنده بنت في إحدى الجامعات في الجنوب، وهو شخص محترم أنا بعرفه شخصيا، قال لي أنا مضطر أقعد بنتي في البيت ما بديها تدرس، مش لأني متخلف ومتحجر ورافض تعليم البنت، لا، لأن أنا صرت خايف على بنتي وهي رايحة الجامعة. يا عمي هاي جامعة فيها طخ وفيها اسقام فيها مافيا، معه حق هذا الشخص اللي بتدخل علينا دخاله. الآن بدنا نيجي للثالث، المسؤول الثالث، قلنا وزارة التربية والتعليم، الإعلام، وزارة الداخلية. يعني أنا بوجه نداء للباشا حسين هزاع المجالي، هذا السلاح الغير مرخص إلى متى هذه الظاهرة؟
مش فقط في الجامعات، حتى بالأفراح. أنا أول أمس سمعت في الزرقاء توفى كأنه شخص وأربع أشخاص مصابين في فرح إطلاق أعيرة نارية. هاي الأسلحة اللي متوفرة أصبحت بطريقة غريبة، موجود في الأردن أسلحة بطريقة غريبة، دخل لنا كمية أسلحة مع دخول إخواننا وأهلنا في سوريا، أيضا أسلحة خفيفة بطريقة غريبة وأصبحت بمتناول اليد. يعني إحنا جديد صرنا نسمع عن المسدس الصيني تقليد المش عارف إيش بربع الثمن، يعني صار الطالب بمتناول إيده، مو بحق خلوي، صار بيجيب له سلاح وبيحطه في جيبته. هذا السلاح يا يعني معالي حسين هزاع المجالي، وأنت كنت مدير أمن سابق وتعلم وتدرك بأن هذه المشكلة أصبحت تؤرق الوطن كله، مش بس الجامعات، وطن كامل تهدده هذه الأسلحة. وكنا قد أثرنا أكثر من قضية عن عمليات تهريب الأسلحة الموجودة، وما بدي أحكي على الهواء اللي بده سلاح وين يروح يشتريه، ما صارت معروفة للكل. يعني إلى متى هذه الظاهرة؟ هذا السلاح كيف بيصل للناس هاي وبمتناول اليد وبأسعار تفضيلية؟ يعني حتى أنا صرت أسمع عن عروض، بتشتري كلاشن مع 30 طلقة مع مسدس صيني، يعني شيء غريب. الأردن يعني وطننا ونريد الحفاظ عليه واستقراره واستمراره واستمرار ما يحسدنا كل البلدان المجاورة عليه، وهو الأمن، الأمن والاستقرار. لما تغرق الأسواق في كمية كبيرة من هاي الأسلحة، لا أعلم من هو المسؤول عن ذلك الموضوع، طبعا هم تجار الدم أنا بسميهم. وين دور وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام؟ مع كل التقدير والاحترام إلى دورهم، هم قاموا بالكثير، ولكن أوكار بيع السلاح معروفة في الأردن. والآن أنا بأخذ مدير الأمن العام متنكرا بروح بفرجي وين من باعي بالشارع، بمحلات تجارية صار من باعي. معنا اتصال السيد سلمان سليمان من المفرق. مساء الخير. نعتذر للسيد سلمان سليمان من المفرق، فقدنا الاتصال، نترجى انه بنتمنى انه يرد يكرر المحاولة. اذا قلنا وزارة التربية والتعليم، الاعلام، وزارة الداخلية، والاهم ايضا مؤسسات المجتمع المدني وواضعي المناهج. اخواننا المشكلة، يعني أنا كنت جالس مع إحدى الأكاديميين اللي نجلهم ونحترمهم في جامعة اليرموك، دكتور وائل الرشدان، ذكر لي بأن المشكلة ترتكز إنه الطالب عنده فراغ، أصبح أسلوب التدريس تلقين، فالطالب قاعد بأخذ هاللقطة في مخه وبعدها بطلع. طيب وبعدين؟ عنده وقت فراغ كبير، هذا وقت الفراغ أدى إلى أنه بده يفرغ طاقات، أثناء البريك بطلع مشاكل، والله صاحبت فلان قاعد فلان، هاي الطالب. يا أخوان، الكتب والأوراق بطلت تقرأ في الجامعات إلى وقت الامتحان. ما اتصال أيضا من الدكتور أحمد القطاميم. مساء الخير. مساء الخير. يلا دكتور أخليك على حال. هو الحقيقة بدي بس مدلي قصير تفضل حول الموضوع، وأنا اعتقادي أن الأمور أعمق بكثير من ناطح لغاية الآن. إحنا في أزمة حقيقية في هذا الجانب، وأنا أعتقد أن أزمة هي مجتمعية ثقافية حضارية سيئة من كل الجوانب، لا في حدد مسؤول عنها. وأنا أعتقد أصلا في مؤامرة زي ما الأخوان بحوا، بس يعني بصفتي بمعليم العالي وملعب شريف على مطايات التعليم العالي، أنه هناك مشكلة جوانب جديدة. الجانب الأول منها تتعلق بالعملية التعليمية نفسها، العملية التعليمية على الأساس. نعم، الطالب على الأساس لم يعد يتلقى التعليم مناسب، وبالتالي لدي الكثير من الوقت ليعرف به. اثنين، التربية ووجود القادة اللي تعلق فيهم أجيال مع الأسف لم يعد متوفرا. والأخطر أن هذا الطالب يعلم أن لا أمل في المقبل، ما في أمل الطالب. الله، هاي نقطة الأخيرة بس مرة ثانية لأنها مهمة جدا. الطالب أصبح يدرك أنه ما فيش له شغل ولا أمل بالمستقبل. بالضبط. أنا مش سامع المناسبة.
أنا قاعد أسمعك دكتور، تفضل. إحنا قاعدين مستمعين منتبهين للي بتذكره. نعم. اثنين، خلينا نحكي عن البلد بشكل عام. نعم. يجب أن لا نكون مجتمع متعلم ولكنه لا يستطيع أن يحلل ما يجري حوله. نحن نعلم أنه هنالك أحقان خطير جدا موجود في مجتمعنا، هذا الاحتقان نتج عن مجموعة كبيرة جدا من الأمور. نعم. هناك إصلاحات هي في الحقيقة فيها الكثير من الكلام وقليل من الفعل، وفي إصلاح سياسي يعني خجول إلى حد ما. الفاسدين لا زالوا كما نعلم قضاياهم لم تحسب. نعم. إصلاح التعليم غير موجود أصلا، ولا أحد يتكلم في هذا الموضوع، وهذه النقطة الحاسمة أصلا في كل ما نعانيه في الجامعات. طبعا انعدام العدالة في المجتمع لطالب يتخرج، أنا بعرف طالب قريب إلي. نعم. مهندس برمجيات، له 7 سنوات كاملة لم يستطع أن يدخل في وظيفة، وهو من ألمع شباب. طيب هذا المجتمع اللي بهذا الشكل، كيف تستطيع أن تنظم، وكيف تستطيع أن تخلق حالة التوازن اللي لا يمكن أن يعيش مجتمع بدونه؟ الشعور بالظلم هو من أخطر ما يحس به الإنسان. الإنسان يتحول إلى أداة للقتل والتدمير والتخريب، ويفقد جزء مهم جدا من إنسانيته إذا شعر أنه مظلوم. انسداد الأفق يا أبو، انسداد الأفق، ليس أمامي أفق، أنا شاب بهذا العمر وليس أمامي أفق، إذا أنا لا أستطيع أن أتوازن، عندي مشكلة كبيرة بالتوازن، ليس هنالك أفق لحياتي المستقبلية. سأنهي الجامعة وسأخذ الشهادة ولا أتعلم، ما تعليم حقيقة. أنا بقول أنا كأكاديمي بقول لك التعليم عاد فينا إلى 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 مئات السنين إلى الوراء. الطلاب ما بتعلم شيء، كيف بدهم يتطوروا، كيف بدهم يخلق مهارات، كيف بدنا نشذب قدرتهم على التفكير وقدرتهم على التعامل وقدرتهم على السلوك الحضاري؟ إحنا في أزمة كبيرة في الحقيقة. مين أنا دكتور؟ دكتور أحمد القطامين، أنا بدي أطلب منك تترك لنا تليفونك تحت الهواء عند الشباب. أنت تحدثت بعمق لم نتحدث ولم نسمع فيه سابقا، تحدثت بعمق كبير وتحدثت بلب هذه الأزمة. بشكرك على هاي المداخلة اللي أثرت هذا البرنامج يعني كثيرا، وسوف أعود على ذكر ما ذكرته، ويعني بتمنى الشباب أنهم يأخذوا تليفونك، ويعني إن شاء الله للحديث حول هذا الموضوع في حلقات قادمة. شكرا لك مرة ثانية دكتور على المداخلة الجميلة، شكرا على هذه المداخلة. شكرا دكتور أحمد، بكل أمانة ذكر نقاط حساسة وقال أنه في أزمة حضارية اجتماعية ومجتمعية موجودة تسبب العنف الجامعي، وذكر أيضا أن العملية التعليمية رغم أنه أكاديمي، وأنا أحترم هذه الصراحة التي ذكرها الدكتور أحمد، لم يعد يعني قيم التعليم تدنت، قيم التعليم نفسه، لأنه وزارة التربية كان فيها شخصيات يعني تفرض على الطالب احترامها، ولكن يعني ويعني أكاديميين قياديين أيضا بلاش نفقدهم. الطالب، وذكر هذه النقطة اللي بدي أركز عليها، أن الطالب لم يعد لديه لا أمل ولا أفق في التعليم، وهذه مسألة مهمة جدا وهي حقيقة واقعية موجودة. بالإضافة إلى ذلك عرج بطريقة جميلة ورائعة إلى أن الإصلاح في الأردن بشكل عام أو بالوطن العربي كامل بشكل عام يتحدث فيه الكثير ولكن ينفذ منه القليل، وهذا يؤدي إلى انعدام العدالة والشعور بالظلم، والذي يشعر بالظلم هو عبارة عن شخص يمكن له أن يكون ما تشاء، قاتلا مدمرا. زائد أنه تحدث في جزئية حول موضوع التعليم الثقافة أو بما معناه، أنا يعني مش بالضرورة إنتاج مجتمع متعلم ولكن غير مثقف، إحنا مجتمعنا متعلم ولكن للأسف الشديد هناك أجزاء كبيرة تعود إلى موضوع الثقافة المجتمعية لحماية هذا الوطن. معنا أيضا اتصال السيد عناد الجندي من عمان. سيد عناد الجندي من عمان، يبدو أننا فقدناه، نتمنى عليك معاودة الاتصال مرة ثانية. طيب إخواننا، كما ذكرنا التربية والتعليم، الإعلام،
وزارة الداخلية، مؤسسات المجتمع المدني وواضعي المناهج، لأنه زي ما ذكر الدكتور في النقطة الأولى أنه أصبح العملية التعليمية عندنا تلقين، وأنا عندي وقت فراغ كبير. شاب في مقتبل العمر عنده وقت فراغ كبير، بدرس بس في ليلة الامتحان وبنجح. حتى أنه صار في عندنا إحنا يعني جيل الشباب أنه بتعب بالتوجيهي، بس بالجامعة هاي رحلة، يعني مش بحاجة أني أتعب لأن أنا هيك هيك ناجح. معنا أيضا اتصال الأستاذ علي البريزات من عمان. مساء الخير. مساء الخير أستاذ طارق، حياك الله. كيف حالك أستاذ طارق؟ الله يسلمك يا رب. يعني من ديبان، علي البريزات من ديبان، حياك الله. حياك الله. الله حييك أستاذ طارق. مداخلتك حقيقة يعني الدكتور أحمد القطامين يعني كثف في هذا المجال، تحدث بعمق فعلا، وتحدث بعمق يعني، وما أريد أن أضيفه بشكل صريح يعني إلى ما تحدث به، بأن ما يحدث يعني هو خلل في إدارة الدولة. وخليني أحكي مباشرة بعمق هذا الموضوع، إدارة النظام السياسي للدولة التي أوصت البلد إلى ما وصلت إليه في تعزيز المناطقية والجهوية، زي ما حكى الدكتور أحمد، في غياب العدالة وتكافؤ الفرص. يعني أنا تجعلنا الكثير من برضاه السياسة الاستعمارية بالتعليم، مخرجات التعليم، والكثير الكثير من النقاط اللي كنا نتحدث بها أستاذ طارق في بدايات الحراك عندما كنا نلتقي معا. عندما يحذر على طالب العمل السياسي، ونحن نعلم ذلك جيدا، وصار يعني عام من الآن، كان الطالب في ذهابه للجامعة كان لازم يحصل على حسن سلوك من دائرة المخابرات. يعني في وقت متأخر التغى هذا القرار، ولا كان على فترة قريبة كان الطالب يعني شرط لدخول الجامعة الحصول على حسن سلوك من دائرة المخابرات. يعني احنا بدنا نخلق طالب عنده فكر، كيف بدنا نخلق مواطن منتمي، مواطن في عنده فكر، واحنا نعزز الجهوية وغياب العدالة وتكافؤ الفرص. وشكرا لك استاذ، شكرا طارق. استاذ علي، يعني برضو انت اثريتنا بنقطة مهمة جدا، نشكرك على هاي المداخلة اللي راح برضو نحاول نوضحها. يعني الاستاذ علي البريزات بذكر انه هناك خلل في ادارة نظام سياسي بالدولة يعزز المناطقية والجهوية، وأنا باعتقادي أنه يذهب إلى قانون الانتخاب الموجود الذي يعزز مثل هذه المواضيع. ويعني طالب في جامعة هو جزء من المجتمع، المجتمع كله يعاني من هذا الموضوع، طالب جزء من المجتمع ينقل هذه المشكلة إلى الجامعة، وإحنا بنعرف أنه أغلب مشاكل الجامعة بتتم فترة هالانتخابات، انتخابات الاتحادات الطلابية. ذكر أيضا التدخلات الأمنية في موضوع الطلبة، أنا معك يعني، بس أعتقد أنه تم توقيف موضوع أخذ اللي هو حسن السير والسلوك، إلا أنه لا زال إلى الآن ممنوع على الطلاب داخلين في المكرمة أن ينتسبوا إلى الأحزاب السياسية. على الرغم أنا بدي أذكر لك مفارقة بسيطة، بس بعد ما نأخذ هالاتصال. سيد أبو عبد الله من الصلد، حياك الله. موضوعك اليوم موضوع فعل المشيق، نعم، بس أنا والله بسأل كثير يعني الأسباب، المشاكل اللي بتصير داخل الجامعات، فبجها سببها الرئيسي صدقا سبب مثلا لا تعنيش الكلمة سبب بنت. ليش مثلا يعني الآن مقترح يصير إنه الطلاب يرتلوا زي موحد، الطالات زي موحد مثل موظفات البنوك، مثل موظفين البنوك، وكل جامعة يكون مثلا عليها شعار على الكيت مثلا حتى تميز بين طالب الجامعة وبين الوحد اللي بيفوت على الجامعة. جميل، اقتراح جميل والله. يعني انت تقترح علينا ان يكون في زي لطلاب الجامعات، كل جامعة ذكر او انثى، حتى نميز الطالب من غير طالب. طبعا يعني الان يعني شو المعنى مثلا اذا كانت البنت شرعية تلبس جلباب لون كحلي، كانت بلاش تكون شرعية تلبس بطلون وجاكيت لون كحلي، إذا كان تلبس تنورة تلبس تنورة وجاكيت، إذا كان الشاب كمان نص النظرية. والله قسما بالله أنا إلي أولاد أخوات داخل الجامعات بسألهم
شو سبب المشاكل؟ بيقولوا لي والله يا خالي بنت بجامعة البقاء بقيها بنت، بجامعة معان بجامعة مقتدوي المشكلة اللي صارت عليها حصلت أكثر من اجتماع قالوا أصل بنت، وبعض الأحيان بقول لك في ناس بتردد بقول داخل الجامعات وإحنا ما بنعرفش منهم والأمن بقدر يوقفهم، أما لا ليش ما يكون مثلا زي موحد حتى تكون مدارسنا من بداية المدارس. هذا قرار يعني هذا قرار قوي يعني إن شاء الله يعني إحنا بنروح معك في هذا الاتجاه، يعني إنه زي موحد يعني يكون مثلا شرعي وغير شرعي، يعني بس إنه زي موحد أو على الأقلية طريقة تميز فيها الطالب من الوافد اللي يدخل جوا الجامعة. يعني شكرا، تفضل. استقارب حكيت معك عن الموضوع عشان امبارح، عشان امبارح حكيت معك موضوع امبارح بخصوص العمال الوافد اللي قاعدة تردد على بلد وتفتي على محلاتنا وتفتي على شركاتنا. تبصر احنا أبو عبد الله احنا راح نتابع هذا الموضوع، واليوم حلقتنا استثنائية، يعني في حدث مهم صار وكانت هذه الحلقة كاملة استثنائية حتى نسلط الضوء على هذا الحدث. يبشر ان شاء الله احنا راح نتابع هذا الموضوع بأمره، وشكرا على هالمداخلة. انا بدي اذكر في شغلة بالنسبة لموضوع الزي الموحد، يعني انا من الناس اللي تشرفت كنت من يعني حاصل على منحة للعراق بال97، اتخذ قرار في كلية الحقوق في جامعة بغداد واللي كان رئيسها أظن يعني شخصية سياسية معروفة، لاحظ بأنه الطلبة الأردنيين بفترة الحصار كانوا مميزين، يعني لبسهم مميز، فأصدر قرار بتوحيد الزي لكل الطلبة في الكلية. وللأمانة هذا قرار بتلك الفترة لم يكن بسبب العنف الجامعي أو غيره، لا، عشان ما يحس الطالب العراقي أنه أقل من الطالب العربي اللي جاي من برا، لأنه يعني قدرته المالية كانت أكبر بتلك الفترة. فموضوع الزي يعني موضوع بده قرار قوي يعني حتى نتخذه، ما بعرف مساوئه من محاسنه، ولكن يعني هو مقترح السيد أبو عبد الله من السلط. شكرا على هذا المقترح. منعود إلى موضوعنا الرئيسي، ذكرنا وزارة التربية والتعليم إعلام، أنا بحاول أكرر حتى تكون رسالتنا مركزة لهذه الهات، وزارة التربية والتعليم الإعلام وزارة الداخلية والأمن العام. واليوم بدنا نذكر كمان الأسرة، الأسرة هي يعني الوعاء الذي يخرج وينتج هذا الطالب، يعني قبل ما يكون طالب هذا موجود في عيلته بين أهله. إذا كانت يعني الأسرة أيضا يعني في عندها أخطاء مجتمعية أو خلينا نقول تصرفات اجتماعية غير لائقة تنقلها إلى ابنها، يعني ظاهرة إطلاق الأعيرة النارية لغاية الآن في ناس بيعتبرها مباهاة وتحية، بفوت على هالعرس بفوت، حتى إحنا بدنا نتناول هذا الموضوع إن شاء الله قريبا جدا على الشاشة، إنه بفوت وكان يعني الشغلة مباهاة، إنه هذا الشيء والله فات طخ ب200 ليرة، طبعا العريس بيكون بحاجة 5 ليرات بنقطهوش يعني، بس بطخ ب200 ليرة يعني شيء غريب. أنا ما بدي يعني إذا أنا كنت عريس وأنا بحاجة لكل ليرة جايتني، تيجي تطخ لي ب1000 ليرة ولا ب10000 ليرة ما فتني، نقط العريس 10-20 ليرة أحسن ما تطخ. بس أنا بقولكم الموضوع طخ مش عشان يكرم العريس، لا عشان يبين أنه والله فلان بطخ، يعني شيء غريب اللي قاعد بيصير معنا. هذه البيئة تنتج طالب يعني العنف عنده شيء طبيعي، عنف المجتمعي هو جزء من العنف الجامعي، طبعا عنف المجتمعي موجود، احنا عنا عنف جامعي عليه 1000 علامة استفهام. راح اطلب من المخرج الان انه يعيد الفيديو مرة ثانية للي ما تابعوا الحلقة من بدايتها، واعود لاستكمال الحديث معكم. هذا الفيديو طبعا والله يدمي القلب لو حب ان يعرض على هذه الشاشة، ولكن حتى المسؤول يعرف، هو فيديو من اشكاليات قديمة مش اخر مشكلة، بس حتى المسؤول يعرف انه هيك بيصير في جامعاتنا. ناخذ الفيديو. سيد المخرج طبعا هذا الفيديو ايضا يعني بنعتذر عن الرداءة البسيطة في التصوير، مش من القناة يعني احنا اخذناها من اكثر من موقع. الفيديو جاهز معنا، رد نعيده مرة ثانية ونستكمل الحديث بعدها. Come on.
صخ. لا مش ممنوع التصوير. خلي الكل يشوف شو بيصير في الجامعات. عدنا لكم أعزائي بعد هذه المشاهد التي يعني مخجلة جدا لطلابنا. معنا دكتور من أكاديمية الدكتور حابس العوامل من جامعة البلقاء التطبيقية. مساء الخير. مساء الخير سيد طارق. حياك الله. كيف حالك؟ الله يخليك يا دكتور ويسلمك. يعني احنا هذا الموضوع اليوم يعني مزعج لجميع المجتمع الأردني، وحقيقة عم بيعكس واقع هذا المجتمع وخاصة في السنوات الأخيرة من موضوع الحركات السياسية والاجتماعية بشكل عام. نعم. لكن يمكن أقول أنا بكل صراحة أنا بنعاني في كل جامعاتنا من العنف الجامعي بشكل كبير، وممكن نجد في حلول واقعية للحل والخروج من هذا المأزق، لكن أرى في المنظور القريب مفيش هناك إرادة سياسية على مستوى وزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم بحل هذه المشكلة. أبدأ بداية في موضوع التربية والتعليم. تفضل. لما بدأ موضوع الترفيع التلقائي والإلزامي في مرحلة توجيه تقريبا بدأت المشكلة. لما بدأوا إيش والله دكتور؟ لما بدأت موضوع الترفيع الإلزامي أو الترفيع التلقائي بنسميه للتوجيه، يعني كل الترفيع. الترفيع التلقائي. تفضل. مظبوط. يعني بنلاحظ احنا الان في الاردن انه تقريبا بحوالي 150 الف طالب توجيهي بنجح منهم اكثر من 120 الف بيدخلوا هذول الجامعات، منهم حوالي 50 الف المفروض هذول يكون في التعليم المهني قبل ان يصلوا الى التوجيه. فالتشريع الذي تم بعمليه التربيه والتعليم قبل سنوات انه يفترض بالصف السادس الطالب الذي لم يصل الى مستوى مناسب من التحصيل يفترض أن يوجه مهنياً، وهذا بنخفف على عدد الطلبة الموجود في الجامعات، بالتالي الطالب الذي يرغب بالتحصيل ويرغب بالتعليم هو اللي يذهب الجامعة. رائعة، هاي المداخلة رائعة جداً. بكالوريوس وماجستير يعني عشنا حوالي عشرات عشر سنوات جامعة أردنية، لم أرى ولا مشكلة كنا نخاف من القوانين والتعليمات إلى آخره، وكان نخطنا الطلاب. مفهوم. الآن الطالب الـ 65 عم يدخل بدرس تخصص من واحد ما عنده 95، هذا غير رائز تعليميا، الاصل هذا الواحد هو فردي في المجتمع، يعني هذا طالب يفترض يكون مش اكاديمي، يفترض يكون انسان مهني من المجتمع بالناحيه المهنيه وبحي الاسره وبنخفف من نخفف من البطاله كمان، وهي اقتراح رائع يا دكتور. اولا نعم.
ثالثا انا بحكي بكل صراحه انا عندي حلول او مجموعه من الحلول لان هذا بدك حزمه من القوانين اللي بتخص هذا الموضوع. نعم. اولا في اقتراح كان احد الزملاء من احد الاشخاص تحكي عن موضوع مدخل الجامعات يفتكوا مضبوط عن طريق الجهاز جهاز معينه. وانا بقول كالتالي كل من يضبط معه الحادث او مثلا سكين او مسدس رأسا يفصل من الجامعة، ما فيش هناك نقل يفصل من الجامعة، ويجب أن يكون تشريع في مجلس النواب من يفصل من جامعة أردنية حكومية لا يقبل في أي جامعة أردنية أخرى على الإطلاق. جميل. ومن جميل. ثم لا يجوز أن يقدم ورق لدواخل مدني ولا يعين في وظيفة حكومية الإطلاق. لابد أن أخذ هذه المشكلة، يعني أنا حرمه من الخيارات الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع إلى هذا الإنسان يذهب إلى الجامعة لتخريج. تذكر عقوبة رادعة دكتور حابس، يعني عقوبة رادعة بشكل كبير جدا. جميل جميل. ثانيا أستاذي، إحنا الآن بالجامعة عندنا للطالب 6 ساعات. في 6 ساعات يكون دائما حضور وغياب. الآن الدكتور قاعد، الطالب يغيب 10 ساعات و11 ساعة و12 ساعة الطالب، ما فيش حمال من الجامعات الطلبة اللي عم بيتغيب عن محاضرة. اللي فرض يتم تفعيل عملية الغياب الحضور، وبالتالي القوانين موجود والتعليمات موجودة لدى الجامعات. بس مش منحة. يفترض التأكيد على كل الدكاترة في الجامعات، كل حد يغيب عن 6 ساعات يفترض انه يحرم من المادة، وبالتالي بعد ذلك بيتم حرمان من فصل او فصل بعد ذلك يذهب وضع هذا الطالب. جميل. الشيء الاخر، احنا جامعة الألقاء قبل حوالي سنتين صار مشكلة، وكان في طلاب عمره تخريب، وجاءوا اهلي بلقاء السلطة جاه على رئيس الجامعة السابق. والله هاي بدنا تركز عليها دكتور، لان هاي المشكلة، يعني بنفصل الولد بيجي مع جاهة. الشيخ صار شيخ عشير رئيس الجامعة. مزبوط مزبوط. صار شيخ عشير، يعني يقول لك كافي كم واحد من المنطقة والمحافظة، وبجلس هو المحافظ او الاشخاص المحيطين، والله يبغى يحلها ومحت لحي وفنجان قهوة على السلامة. وبنفس الوقت لا بيدفع تكاليف الخسائر ولا الاضرار والدمار اللي اخذته في الجامعة. مزبوط. اللي يفترض في شيء رئيس الجامعة مرام رؤساء الجامعات ان لا يقبلوا عطوات وجهات في موضوع تخريب الجامعات. صح. الطلبة الذين شاركوا في عملية تخريب الجامعات يفترض ان يفصلوا من الجامعات على الاطلاق، ويدفع الاهل تكاليف وخسائر مما حدثوه من الخسائر في الجامعة. مزبوط 100%. يعني هذا البشاه. الآن أنا درس طلاب ماجستير، نعم، عرب سعوديين وخليجيين عم بيحكونا عن واقع مريرة الجامعات الأردنية. والآن في توجه بحكيها بكل صراحة من كل معظم الطلاب العرب الخليجيين، بقول لك يا عم صار في الجامعات الأردنية مراكز إرهاب، وصار في حايدين حالنا، وهي كافي ما بدنا نصل لها. طبعا هذا بيأثر الوضع الاقتصادي الاردني بشكل عام، واحنا اصلا تفرد ما تعلمنا بكفاءة المواطن الاردني وبكفاءة المعلم وبكفاءة التعليم. الان عم نتدمر في نقطة اساسية في هذا الموضوع، نتدمر فيه. مزبوط. انا بقول تفعيل التعليمات في الجامعات وبحل المشكلة خلال 24 ساعة. من يتراب، من يثبت حتى مشاركته في العنف يفصل من الجامعات الأردنية على الإطلاق، ولا بدي لوصات لنواب ولا وصات أعيان ولا بل بهذا الإنسان وصى على الإطلاق فصل تام، ولا يجوز أن يعين بأي وظيفة حكومية بالأردن على الإطلاق. جميل. بعد ذلك أعطيني طالب يشارك ما حتى في عمق. أنا بدي أشكرك يا دكتور حابس، وراح أطلب تليفونك هلا الشباب إن شاء الله بتركوه. يعني أنت حطيت إيدك على الوجع بدون مجاملات. دكتور حابس العواملة من جامعة البلقاء التطبيقية ذكر ما يلف الكثير ويدور حوله، انه احنا مشكلتنا، بعيد اللي ذكره بشكره مرة ثانية الدكتور حابس على الطرح الجميل، عندنا مشكلة في الترفيع التلقائي. بقول لك طالب من السادس لدائي، انا والله اليوم يعني كنت في احدى بيوت الاجر لقريب الي الشيخ زهير المحامي زهير ابو الراغب، وكان بجنبي واحد بيحكي عن في الجامعي قبل ان تحدد الحلقة، قبل ما نعرف شو بصير. قال لي يا عمي تفرج الكهربجي كشفيته صار 30 دينار بس يروح يطل على شغله، المواسيرجي 30 و40 دينار وكلهم سوريين ومصريين. طب احنا اولادنا قاعدين مش لاقين شغل، هذا اللي بيحصل له 700 800 ليره بالشهر، طب احنا ليش نخلي هذول تبعين الترفيع التلقائي يصلوا التوجيهي؟ وعند التوجيهي بتشتغل سماعات البلوث والاسئله المهربه والمسجات، كل سؤال ب 40 و 45 دينار، هذا يعني شيء احنا لمسناه شفناه بأعيننا.
ليش ما من الصف السادس كما قال الدكتور حابس انه نفصل هذا الصف السادس مثلا فيه 40 طالب 10 طلاب متفوقين اكاديميا ممكن ان يكونوا بذرة اكاديمية ناجحة، 10 متفوقين صناعيا ان نوجههم بهذا الاتجاه، 10 متفوقين يعني بمهن الحرة. هاي المشكلة عندنا انه فعلا عندنا 150 الف طالب توجيهي بقدم توجيهي بنجح منهم 120 الف بس فعليا كان ناجح منهم 30 الف، في 90 الف نجحوا بطرق ملتوية ويعني بدناش نعيد ذكرها مرة ثانية. هذول بدهم يفوتوا على الجامعة، طب هذا بده يفوت على الجامعة يدرس قانون والزلمة ما إلوش في هالقصة، عنده فراغ يكمل على نفس الموضوع. اقتراح ثاني اللي ذكره الدكتور وهو اقتراح في محله، كل من يضبط معه سلاح يفصل ويفصل من كل الجامعة وفصل نهائي، تفعيل عقوبة الغياب والحضور، وأيضا رئيس الجامعة ما يصير شيخ عشيرة. بدي أخذ الاتصال بدي أرجع أركز على هاي النقطة لأنه للأسف الشديد بعض الشخصيات المجتمع المدني سواء نواب أو أعيان أو وزراء أصبحوا يدخلوا بمشاكل للجامعات، طالب مكسر الجامعة قال رجعوه مش رجعوه برضي يرجع، فالطالب بطل يشوف عقوبة. برجع بقى بشرحها إن شاء الله، معي اتصال من البتراء نبيل حسنات من البتراء. مساء الخير أستاذ نبيل حسنات من البتراء. مساء الخير نذير الحسنات نذير بعتذر منك الطباعة عندنا طالعة غلط، نذير الحسنات تفضل سيدي. يا سيدي حقيقة هناك عدة عوامل. سامعينك سيدي تفضل. هناك عدة عوامل تعمل وتساعد على العفو الجامعي، من هذه العامل وأهمها هو الفراغ الروحي والقيمي والأخلاقي للجيل الجديد، بحيث أنه أصبح كثير من أبائنا في هذه الفترة مفرغين روحيا وأصبحت عوامل الانحراف أكثر وأقرب منها إلى الإحساس بالمسؤولية والإيمان بالوطن والمواطنة. أصبح كثير من الشباب يحمل كثير من الأفكار والمعتقدات البعيدة عن قيمنا ومبادئنا وثوابنا العربية والإسلامية. فعمل الفراغ الروحي ساعد في هذا العمل وساعد في انحراف وطيش وعمل إحساس بالمسؤولية وعدم تقوى ومخافة رب العالمين، وإلا ما كان هناك بسهولة أن يحمل شخص مسدس أو خشن ويطلق ويقتل بهذه السهولة. هذا جانب. الجانب الثاني الضغط في وضع أهداف لشبابنا، فكثير من الشباب خالي من الأهداف والإحساس بالمستقبل والرؤية في التخطيط لمستقبلهم، وهذا يرجع إلى ضعف المناهج لدينا والمفرغة من كثير من تخطيط للجيل المستقبل سواء في الأهداف سواء في اكتساب الخبرات سواء في الثوابت والقيم والأخلاق. ضعف دور الأسرة في إعداد أبنائها ودينها، ضعف دور المؤسسات التعليمية بما فيها الجامعات، وهذا يستدعي أن يكون هناك مواد دراسية كمتطلب رئيسي في الجامعة عندما يدخل طالب يجب أن يدرس هذه المادة في الإحساس بالمسؤولية والثوابت والقيم والأخلاق، ومن خلال الجلسات وارية بحيث نعمق في داخلهم هذا الإحساس وهذا الإحساس بالمواطنة والإحساس بالآخر والإحساس بالإنسان الآخر والإحساس بالشريك في الموقف وفي الطريق وفي الصف وفي المحاضرة، الإحساس بالشعور بالإنسانية تجاه الإنسان الآخر. جميل، أشكرك أستاذ نبيل الحسنات من البتراء، مداخلة قد أثرتنا فيها. أنا بدي ألتقط من هذه المداخلة حتى لا نخوض في التكرار موضوع الفراغ الروحي والمواطنة والانتماء، وسوف أفرد لهم الحديث الآن بعد أن أعود إلى موضوع رئيس الجامعة. يا أخواننا يا أعزائنا رؤساء هذه الصروح العلمية، يعني الدكتور وهو أكاديمي، أنا ما كنت حاب أحكي بهذه الطريقة لأنه ذكرها الدكتور وهو مطلع. رئيس الجامعة عندنا يا أخوان صار شيخ عشيرة، كل ما ولا شاب من الشباب يجي يكسر هالجامعة ويحقها بيجي اثنين نواب والمحافظ ما بتوعى غير صب له قهوة والله معكو. مش صحة، هاي مش صحة،
هذا صرح تابع للوطن، مش رئيس الجامعة ولا وزارة التربية، هذا مملوك لكل مواطن أردني. حتى بعض النواب وبعض المسؤولين وبعض الأعيان والوزراء، يا أخوان والله العظيم شيء مستغرب أن تسير مثل هذه المسيرة، أو تذهب للواسطة على واحد حرق جامعة وكسرها. معيب جدا أن نصل إلى هذا المستوى. يعني الشغلة أيضا موضوع أنه إحنا صار عندنا مشكلة أيضا في قصة أخطر من ذلك، وهو التدخل في قرارات الجامعة مما أضعف العقوبة وريحها. دكتور ذكر أنه بدنا عقوبة رادعة، عقوبة فعلية رادعة، اللي الطالب يصير يحسب الحساب قبل ما يسوي له أي شغلة زي هيك. يا عم الطلاب بطلوا يسألوا. طالب ناجح بالتوجيه بالواسطة، جماعات بلوتوث وتليفون، وصل الجامعة بمكرمة وعن طريق واسطة، مش دافع ولا قرش، مش تعبان في هالمنحة الدراسية، فايت الجامعة ومعاه خلينا نقول للأسف شديد جامعاتنا أصبحت مناطقية، طلاب الكرك بالكرك، طلاب السلط بالسلط، وكأنها الموضوع شلالية. هذا هو اللي بيسوي لنا المشاكل قاعد، مش أكثر من هيك. يعني أنا بقول إنه طبعا ذكر نقطة خطيرة الدكتور حابس، إنه في توجه من الطلاب العرب إنه يترك الجامعات الأردنية. يا أخوان الجامعات الأردنية تفقد الخزينة بمبالغ كبيرة جدا من الطلاب العرب. كمان أنا أضيع هذول الناس، معهم حق، بخافوا. أنا لو إني طالب بدرس في بلد ثاني وكل يوم طخ وكلاشينات ما بقعد، أهلي بنجنوا، يقول لك يا عمي شو مقعد. فبدنا إشي فعلي. دكتور عبد الله نصور، دولة دكتور عبد الله نصور كل التقدير والاحترام، أنت رجل أكاديمي ومن الناس اللي حطوا رأوا أفكار في موضوع وزارة التربية والتعليم. هذا الموضوع أصبح يهدد كل صروح العلمية الموجودة في الأردن. بدنا حل فعلي مش صوري. احنا تعودنا على الحلول الصورية وأصبحت قاتلة لنا. ترحيل الأزمة مش حلها. أنا باجي جامعة بتاخذ عقوبة على طالب، بيجيني وزير بتواصل له، لا يا عمي قرابنا وابن عمنا، ما لها قرابتي وابن عمي، هذا مخرب. أيضا الاتصال الأخير ركز على المواطنة والانتماء. يا أخوان والله العظيم أنا بعض الناس اللي بنشوفهم بالإشكاليات في الجامعات تلاقيه حط لك هالحطة والعلم وبكسر في الجامعة، هذا مش منتمي. والله هذا لن يستحق لقب أن يكون أردني منتمي إلى هذا البلد. واحد بيكسر بمؤسسته بالجامعة اللي أخذته مجانا، قاعد بدرس مجانا، وبزاحم الناس اللي جاي بمعدلات عالية بالتنافس، وكمان جايك بتحرف الجامعة. هذا هو الانتماء، انك بس تحط هالشباك وترفع هالعلم. جلالة الملك نفسه والمقتول له الراحل جلالة الملك الحسين بن طلال قال هاي كلمة انا بحب دائما اذكرها، بنا اردنيين يحطوا اجسادهم جسر عشان الاردن يعبر لقمة الفخار ولقمة التقدم. ما بدنا أردنيين عاملين الأردن جسر عشان يدعسوا عليه ويطلعوا لمصالحهم الشخصية. ما ترفع علم وتكسر جامعة، أنت مش أردني. ما تعلق في مكتبك صورة جلالة الملك وتقول أنا مع جلالة الملك وأنت قاعد تنصب على الناس. وين هو الانتماء؟ الانتماء عبارة عن تصرف وليس شكلي، تصرف. أنا لما أمشي في سيارتي وما أرميش زبالة في الشارع أنا منتمي إلى الوطن. هذا أبسط تقدير لهذا الوطن اللي أنا قاعد فيه. مش باجي بخلي ابني يطلع يحرق هالجامعات ويكسرها، لا. والكارثة الأكبر، أنا بدي أوجه انتقاد لاذع لأولياء الأمور يروحوا بيحكوا مع المسؤولين تواصلوا لأولادنا. معيب جدا هذا الحديث، هذا ليس انتماء. إذا كنت منتمي إلى هذه الأرض إلى الأردن يجب أن توقف ابنك، انت تقول له اقعد هون في الدار، انا مش لازم تضلك هون ولا تكمل في الجامعة، انت مش طالب جامعي. معنا اتصال. سيد جلال القماز من سلط، مساء الخير. مساء الخير استاذ طارق. حياك الله استاذ طارق. هدي شوية، الموضوع طويل ولا في اصلاح، العمر الطويل ان شاء الله الى ان شاء الله. انه والشعب الاردني نشوف في اصلاح، يعني شغلة طويلة تعصبش. يعني شو رأيك انت بلبسية سيد جلال؟ أستاذ طارق أنت بتقول لي هدي شوي. يا أخوان ثلاث طلاب توفوا دكتور جامعة، وقبل فترة طالب جامعي، جامعات تكسرت. لازم نعترف أستاذ طارق إحنا إنه إحنا الفساد ما ضرب بس مؤسستنا، ضرب كمان تعليمنا.
هذا كله نتيجة الفساد. في ناس خطط غير مؤسسات راحت وغير شركات راحت كمان ضرب الجيل تبعنا. لازم نفهم كيف نعالج الموضوع، مش بتشدد ولا بعقوبات. لازم نفكر بخدمة العلم، نعيد لهذول الشباب بأنفسهم حب الوطن والانتماء والالتزام بالأخلاق والأدب، لأنه هذول علموهم بطريقة الفساد وهم بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، فأفرزوا جيل متفسخ بعقليات إجرامية. معناته في ناس خطط لهم يصل هذا المستوى. الآن هذول كيف بدك ترجع لهم روح الدين والخلق وحب الوطن والالتزام بوطنهم؟ لازم تعمل لهم خدمة علم لمدة سنتين على كل طلاب الجامعات. جميل. الأستاذ جلال قماز يعني بشكرك على المداخلة، يذكر بأنه الحل بيكون بخدمة العلم والانتماء الحقيقي، لأن جيلنا أصبح متفسخ بعقليات رجعية. شكرا على هذه المداخلة جلال، يعني باعتقادي أنه خدمة العلم أيضا اقترح جميل ويتم وقفها، أنه إعادتها مرة أخرى حتى يعني نعلم الناس الانتماء. هناك يعني إشكالية كبيرة كبيرة جدا، الجامعات والعنف الجامعي. في عنا أيضا فكرة وهي طرح، يعني وأنا جاي على الاستوديو أحد أكاديميين كاتب لنا إنه لماذا لا نقيم عقوبة خدمة المجتمع. الجامعات الأوروبية الأمريكية إذا في خطأ عند الطالب بيجبروه إنه يعمل 3 أو 4 ساعات في المجتمع، تكنيس، رعاية في مراكز الرعاية في المستشفيات في غيرها. الشاب يحكوا لي جاينا كمان مسج يعني جميل، ولكن والله أنا بحزن لما أقرأها ولو إنها جميلة. بيحكي إنه لازم يكون في كفالة بنكية عند دخول الجامعة، يعني كل طالب يحط كفالة بنكية لما يدخل الجامعة عشان إذا سوى أي شيء يأخذ كفالة بنكية. يعني هذا واقع أليم للأمانة، بأنه إحنا قاعدين بنعاني من هاي الإشكالية. طبعا يا أخوان اليوم إحنا أمام مفترق طرق، الوطن بحاجة إلى كل مواطني، وبحاجة إلى الانتماء الحقيقي للوطن، بحاجة إلى أيضا يعني الولاء الحقيقي لهذه الأرض وتراب هذا الوطن. يعني مش معقول أنه إحنا في بعض من يتدخل في جامعات، تخيلوا هناك إشكاليات تنتج في الجامعات بس عشان نجيب الرئيس هذا ونجيب رئيس جماعتنا. يعني تخيلوا أنه ممكن أن يتدخل أفراد بهذه الطريقة. صارت بعض الأكاديميين وهم قلة قليلة للأسف الشديد يتدخل في إشكاليات جامعية. وين يا أخوان هذا؟ لا والله جماعتنا من الجهة الفلانية. هذا كله يعبر عن العقلية والذهنية التي يعني يتم التعامل فيها مع هذه المشكلة. مشكلة العنف الجامعي والمجتمعي هي مشكلتان، هي مشكلة العنف المجتمعي اللي انتقلت إلى الجامعات. والمدرسة أيضا فيها عنف يا أخوان. إحنا بنشوف الجامعات لأنه مرات خلنا نقول الإعلام بيركز على هذا الموضوع، بس الدارس كمان كل يوم فيها مشاكل وهوشات، وهالولد الصغار بقطعوا بعضهم رايحين. نحن نفتقد إلى أبسط معاني الاندماج. الجامعات الأردنية الطالب فيها يعاني من الفراغ، وأيضا هناك مشكلة في قبولات الجامعات. لنكون صريحين ونتحدث من القلب إلى القلب، قبولات الجمعية أيضا تتم بطريقة يعني أصبحت الآن بحاجة إلى إعادة نظر. 30-40-50-60 طالب بيجوا في جامعة مشروعهم غير بتكتلوا في كنتونات بجهة، حتى إنه بعض الجامعات مقسم، يعني الأماكن الوقفات مقسمة. أنا كنت في الجامعة الأردنية وأعلم وأستطيع أن أذكركم إلى الآن وين الجماعة منطقة الصلاة وين بتوقف، والعمان وين بيوقف. يعني شغلة، طب وين الاندماج؟ وين الفكرة اللي بدأ؟ إذا إحنا ما اندمجنا ابن دينة الصلط مع الطفيلة مع عمان، هون بده ينتج عنا مجتمع واعي متنور يستطيع التفاعل والتعامل، ولكن مين السبب؟
في هذا الشيء القبول الجامعي. معنا اتصال السيد عبد الله القناهرة من الطفيلة. مساء الخير استاذ طارق، يعطيك العافية. حياك الله. الله يحييك سيدي. احنا عندنا مشكلة، المشكلة الرئيسية هو الفساد التعليمي. الفساد التعليمي، الفساد التعليمي والذي بدأ يعني بطريقة ممنهجة من نهاية التسليمات. توضح لنا يا الله يا استاذ. نعم توضح لنا استاذ عبد الله كيف يعني الفساد التعليمي. الفساد التعليمي هو طريقة ممنهجة بدأت في نهاية التسعينات. نعم. كان الهدف منها هو ضرب جميع مؤسسات الوطن، والضرب يبدأ من بدايته من المؤسسة التعليمية نفسها. إذا صرحت المؤسسة التعليمية صرحت جميع مؤسسات الوطن، وإذا فسدت فسدت جميع المؤسسات. طبعا هاي بدأت في نهاية التسعينات وبطل هو الأستاذ عبد الطوقان. يا ريت من دون ذكر أسماء، يا ريت من دون ذكر أسماء أستاذ عبد الله، يعني أوكي. كل احترام وتقدير، بس يعني احكي لنا النقطة اللي أنت بتحكي فيها يعني مهمة، احكي لنا كيف. يا سيدي الآن إحنا المشاكل بالجامعة مشكلتها بالجامعة، هي مشكلتها بدأت من المدرسة. الآن لما بدأ ذهبت هيبة التعليم وهيبة المدرسة وهيبة المعلم، أصبح الطالب يعني حكى قبل شوي الأستاذ الدكتور العواني إنه الترفيه التلقائي اللي بوصل للطالب للجامعة بدون ما يفهم ولا شيء وبدون أي معلومات، هذا هو بسبب من الأسباب التي أدت إلى العنف الجامعي. مزبوط. الآن يجب أن يتم إعادة الهيبة للمعلم وللمدرسة، ويكون هناك قوانين رادعة لمن يخالف. يعني أستاذ طارق يعني وصلت إنه في المدرسة في يوم من الأيام بقولك إنه المعلم إذا ما يحكي مع الطالب يعني كرت أحمر. صح. يعني هاي كانت نكتة والله. يعني من جد يعني نكتة إنه يعني كرت أحمر يعني إزاب المعلم يعني وصل درجة يعني ما يحكي مع طالب إلا بالكرت الأحمر. مزبوط. أنا بشكرك أستاذ عبد الله على هاي المداخلة، وأنت تحدثت أيضا في مهمة جدا وهي الفساد في المؤسسات التعليمية. وهون أنا بأوضح نقطة إنه يعني من خلال متابعاتنا واتصالاتنا هناك أيضا إحداث إشكاليات في كل الجامعات الحكومية والجامعات والمدارس الحكومية، وعلى ما يبدو ويظن البعض بأن هذا الموضوع يصب في مصلحة الجامعات الخاصة والمدارس الخاصة. نتمنى أن لا يكون هذا الموضوع ممنهجا، يعني مقصود إنه الإخلال في صروحنا العلمية الموجودة الحكومية لصالح الجامعات الخاصة. نتمنى أن لا يكون هذا المقصود، ولكن يعني علامة استفهام كبيرة حول هذا الموضوع، تردي الأوضاع. طبعا في عنا كثير في من المشاكل إنه حتى الجامعات أصبح فيها تناول الكحول والمخدرات شيء عادي. يعني في مسج قاعد بيقول لنا شباب إنه من طالب يقول لك إنه تناول المخدرات والكحول أصبحت كأنها شيء عادي، والدكتور بيعرف الطالب سكران وفايت على المحاضرة وما مش بيتخذ إجراء. أنا بقدر إنه خايف منه، يعني إشي طبيعي. فإذا وصلنا لهذه المرحلة لازم نعطي هيبة. أنا بتفق معك أستاذ عبد الله إنه هيبة للمعلم وهيبة للدكتور الأكاديمي، يجب أن يكون له هيبة. يا أخوان أنا أذكر في إحدى الجامعات إن لما كان يفوت الدكتور ما حدا يفوت وراه، اليوم آخر واحد يعني الدكتور أول واحد بفوت بيستنى في الطلاب، وبطل الحضور والغياب له أثر وبطل. ليش؟ كانت هاي الجامعات إلها هيبة والأكاديمي له هيبة. طبعا مش هو اللي أفقد هيبته، التعليمات الموجودة أفقدت هذا الأكاديمي هيبته. نتمنى إعادة الحزم والقرارات الرادعة والعقوبات الرادعة على كل الطلاب اللي يعني اللي بتسببوا هاي الإشكاليات. ونتمنى أيضا أن يشار بشعار العيب والعار على كل من يمشي إلى رئيس جامعة ليتواصل إلى طالب، إن هذا قاعد بيساهم إنه يخلينا هذا طالب بهاي المشكلة. يعني عندنا رئيس الجامعة زي ما قال الدكتور مش شيء عشيرة، هذا رئيس جامعة. معنا اتصال من قطر السيد فيصل العمري. مساء الخير أستاذ فيصل. السلام عليكم. حي الله. وعليكم السلام ورحمة الله. طارق. الله يسلمك. الله يعطيك العافية. الله يعافيك يا أخوي. أنا بدي أضيف على النقاط اللي أنت ذكرتها بس كم نقطة. تفضل. أول شيء ضعف الوازع الديني. ضعف الوازع الديني مزبوط.
ضعف دور العائلة، يعني انه صار الابن هو اللي يربي ابوه مش الاب يربي الابن. هذول مشوا على رأي انكبر ابنك خاوي بس قال ابوها. والله يا ريت وقفت على خاوي. نعم نعم شكرا. العشائرية اللي بيستخدموها طلاب لازم يكون في هبة عشائرية، يعني عساس انه يوقفوا ويخلوا يحطوا حد لهالطلاب اللي بيستخدموا العشائرية. مزبوط مزبوط. النقطة رابعة عدم وجود الرادع، يعني انه في مثل بقول لك من عمنا العقاب ساع الأدب. نعم نعم مزبوط. أنا بشكرك. وين برامج الجامعات؟ وين رسائل الجامعات؟ لازم يكون عندهم برامج. برامج مهمة جدا، إشغال الطالب، تنمية طوح المواطنة عند الطالب، وأمور كثيرة يعني. بشكرك أستاذ فيصل على هذه. الأمن الجمعي لازم يندعم لأنه بخاف صاحب عيلة. لا مزبوط مزبوط يعني. احنا ركزنا على هذا الموضوع. يدخل المشكلة. نعم. بشكرك على المداخلة يعني الرائعة اللي أضفت فيها على كل ما ذكر سابقا. انه يجب يعني انا بدي اركز على النقطه اللي انت حكيتها، انه الطلاب قاعدين بيستخدموا العشائريه لاثاره الفتن والمشاكل، فيجب ان تكون هناك هبه مضاده عشائريه ضد هؤلاء الطلاب. يعني يا اخوان احنا نحترم كبارنا وشيوخنا، نحن في مجتمع عشائري، نحترم هذا المجتمع ونحترم العشائريه، ونتمنى على هذه العشائريه التي تستغل بطرق غير مضبوطة وغير ومؤدية للمشاكل إنها هي اللي تهب وتوقف هذا الموضوع، لأنه العشائرية متهمة، العشائرية متهمة إنه بقولك كل أسباب والله عشائرية. فإحنا نتمنى من شيوخنا وهم أهل الحكمة إنهم يهبوا هبة رجل واحد لوقف هذا الاستهتار وعدم تعليق شاكل الطلاب على شماعة العشائرية، لأنه العشائرية ما قالت لك روح تهاوش مع ابن عمك وابن خالك من القصص هاي، انه انتوا خذوا موقف. زائد انه بقول لك في الوزع الديني، وذكر النقطه اللي احنا ركزنا عليها وهي موضوع الامن الجامعي. يعني احنا شرفنا على انتهاء هذه الحلقه، اللي بدي اذكر في نهايه هذه الحلقه وهي رساله موجهه الى دوله الدكتور عبد الله نصور وكل اصحاب المعالي والسعاده النواب وكل مؤسسات المجتمع المدني وكل هيئات التدريسيه. نحن في خطر، تعليمنا أصبح في خطر. يعني لما يجي مناشدات بأنه أنا بطلت أدرس بنتي مش لأني أنا متحجر، لا، لأني أنا خلع بنتي تروح الجامعة، هون بنندق ناقوس الخطر. في عنا مشكلة موجودة للأسف. دكتور عبد الله وكل الطاقم الوزاري والنواب والأعيان يعلمون تماما بأن هذه المشكلة وهي العنف المجتمعي والجامعي دائما ترحل ولا تحل، بدنا حل فعلي. أنا لا أحمل هذه الحكومة هذه المشكلة، ولكن حل فعلي حقيقي وواقعي. بالإضافة إلى ذلك أريد أن ألفت الانتباه إلى أن هناك بعض من يتدخل داخل الجامعة من خارجها لمصالح شخصية ومآرب، هذا يجب أن يأخذ العقوبة مضاعفة، لأنه بتدخل بتكوينة وتركيبة وعقلية الطالب داخل الجامعة. وللأسف مش دائما، يعني في ناس أصلا بفكر أنه أنا بحكي عجز الأمني، لا يا أخوان، أصبحت مرشحين انتخابات وواحد يصير بمنصب يضغط هالجامعة ويصير فيها مشاكل، قالوا هو يجي هو الوحيد اللي بمون عشان يحلها. يا جماعة عيب هذا الحكي، والله أصبح مسيس، يعني لا نقبله. وهناك أيضا من يثير نعرات وفتن عنصرية وأقليمية وطائفية وجهوية، هذه القبلية يعني شيء من الجاهلية. والله العظيم أنه في عنا بعض الناس قاعد بحيي أشياء من الجاهلية انتهت. وأعيد وأذكر بإخواننا وزملائنا الإعلاميين في المواقع الإلكترونية، أرجو منكم الانتباه ليس فقط على موضوع العنف الجامعي، على كل ما يدور من تعليقات لأنها جزء من الخبر أو المقال. هناك إساءات عنصرية دنيئة تتم، واستهداف لأشخاص بعينهم واستهداف مقصود، ويبدو أن هذه المواقع بغض النظر عنه، ولكن اليوم أصبحت هذه المواقع في التعليقات تحت بتوجه الناس شو تسوي بالمشاكل. وادخلوا اخواني المشاهدين، ادخلوا على المواقع الالكترونية وتفرجوا. انا مش جايب اشي من عندي، هذا اشي انا قرأته وشفته اليوم. يعني بتلاقي خبر والله فلان الفلاني قام مثلا بعمل كذا وكذا، ما بتوعى غير تحت هذا من المنطقة الفلانية، هذا حقير، هذا كذاب. الموقع الالكتروني مسؤول عن التعليق.
يعني انا بستغرب مرات انهم بكتبوا غير مسؤولين عن تعليقات، بس في تعليقات فيها شتائم بذيئه يا اخوان، كيف تقبلوا على موقعكم يكون في شتائم بذيئه؟ معيب جدا، تشكيك بوطنيه الناس، تشكيك بهم باشخاصهم، دفع الناس الى الاشكاليات، يعني على موضوع المشكله هاي وفوتوا على المشاكل السابقه، بتلاقي التعليقات اه والله احنا اهل المنطقه الفلانيه كسرنا راسهم، بكره بدنا نكسر راس فلان الجامعه الثانيه، ما بتوع غير الجامعه الثانيه صار فيها مشكله. فبنهايه هاي الحلقه يعني انا بشكركم على حسن الاستماع، هذه الحلقه استثنائيه للحدث اللي صار اليوم، نتمنى الرحمه والمغفره لشهداء التعليم في الاردن، انا بسميهم شهداء التعليم. يعني الدكتور اللي توفى هذا ما له ذنب، كان فزيع، طلاب ثلاثه الله يصبر اهلهم وامهاتهم، اخص امهاتهم، واتمنى على كل مواطن اردني ان يتذكر عنده طالب في الجامعه يحط ابنه محل اللي توفى، برضى بعديها انه ابنه يطلع وهو حامل سلاح. اتقوا الله في الوطن، اتقوا الله في هذا الوطن اللي اصبح مدعاة لكل اشكاليات موجوده في كل الوطن العربي، صارت تنصب عنا، يعني اللي جاينا من برا يا دوب بحقين عليه، كمان نخلق حاله جديده. حل الله الوطن ارضا وشعبا وقياده. الاردنيون المنتمون الى هذا الوطن لا يقبلون بان يهان الهيئه التدريسيه، ولا يقبلون أيضا أن يقتل طالب، ولا يقبلون أيضا أن تتلف صرح علمي، لأن هذا لا يعبر عن الانتماء ولا يعبر عن ولاء لهذا الوطن. شكرا لكم لحسن المتابعة، تصبحون على ألف خير. كان معكم مقدم هذا البرنامج محامي طارق أبو الراغب، شكرا لكم.